مرحبا حبايبي. طبعا في ما طلبته بناء على طلبكم مرتو مني هواية كتبوا لي بنات احنا نعاني من حب الشباب، واكيد او مو بس حب الشباب، اكو مثلا اللي يسوي وجهها مثلا يسوي بالخيط او بالشمع يطلع لها حب. فهذه بعض المستحضرات العفو تجميلية، ان شاء الله هم تفيدكم، هي خاصة لهيج امور، وراح اخلي طبعا هي بنتي اللي تشرح لكم لان هي اللي تستخدمها، انا ما استخدمها، فهي سلي حتى تشرح لكم وتوضح لكم كل وحده واستعمالها. مرحبا حبايبي، نجي وياكم اليوم بالخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه عندنا هي مثل ما قالت امي الحبوب بالوجه. انا بالنسبه لي بشرتي جافه، يطلع عندي حبوب يعني معرضه دائما، و يعني خاصه من الخيط وكذا سالفه. يعني أنا اللي أستخدمه حالياً فهو هذا الجل، هذا من الصيدلية بوصفة طبية طبعاً. هذا مجرد ينحط ليلي على الحباية فقط، ويعني ممنوع أصلاً توصل حتى تحت العين، يعني الوجنات من فوق ما يصير يعني خطر كلش هذه من ناحية العين. وننتبه هنا على النسبة مالتها، لازم هاي النسبة تكون 0.1%. اكو طبعا 0.5 هذاك كلش قوي، يعني بدرجة انه يحرق البشرة، مو مال انه حب شباب او مثلا بشرة الوجه. فاني اخليه بالليل وما اعرض نفسي لاي اضاءة لانه ما يصير، يعني مو بس الشمس، حتى الضوء العادي، حتى الضوء العادي. لا حرارة، لازم مكان شوي يعني مو وخمة أو شلون نقول بها، يعني رطبة، مكان يعني طبيعي يكون. يعني على العموم بالليل واحد يخليه وينام قسم الحاجة، يعني بالليل أكيد الضوء مطفي أخليه أني على الحباية، يعني وين ما كانت الحباية إنه أخليه عليها البشرة. الصبح أغسل وأخلي هذا الترطيب مالته، شوفوا هذا الترطيب يعني مهم وياه هذا، لأنه يجف المكان رأساً وورا فترة يتقشر، يعني بس ورا فترة لما يتقشر مو تشيلين قشر بإيدك لأنه راح يصير مكانها كلش بشع، اللون جوزي وغيرها وغيرها، لازم هو يوقع على وحده وكلش يعني زين. أنا شفت هذا النتيجة عندي يعني ممتازة 100%. هذا اللي يشوفهم أول واحد، هذي اثنين الوصفات الطبية موجودات عندنا بالعراق. أول شيء هذا الأول اللي بدي أشوفه، هذا هذا اول واحد وضعتكم، والنوب هذه بعد هذا الصبح بعد الغسل كريم. يعني ترطيب هذا هذا الاول. نيجي للثاني، هو جل الصبار. عندي هذا الجل همينه اخلي طبقه كامله على بشرتي، لان هو راسا راح يبدص، هو يعني همات بيه. طبعا انا هذه الماركه كوريه، بس اكيد احنا عندنا هواي انواع حمات بالعراق. جل الصبار، وتعرفوا انتم شو فوائد جل الصبار، يعني الاكثرين تحكي بيه. فهذا همين للحبوب او البشره، عادي اخلي طبقه كامله على بشرتي وانام، او مثلا اثناء ما تشتغلين بالمطبخ تخلين يعني بشرتي كل وقت، اي وقت لا عادي، يعني هذا باي وقت يستعمل وللوجه كله مو الا بس الحبايه. هذا هذا طبعا الترطيب همينه، هذا طبعا مو بس للوجه، هذا حتى للجسم وللايد يعني. فهذا الترطيب قلت لكم يعني انه للجسم وللوجه وللايد، تقدرون همينه باي وقت. اذا بشرتك جافه مو شرط انه الا خاله، يعني انه هذا يعني هذا للحبوب، هذا للحبوب بس مو مشكله، يستخدم الوجه كله وباي وقت، الاضاءه ما ضاع ما العلاقه. وهذا المرطب مالته شوفوا اثنيناتهم تقدر يعني انه تستخدم مثلا هذا المرطب وياه او لا، بس هو احسن يعني هو صبار فتستخدم. اي انا بالنسبه بس اللي ما عندها عادي اي مرطب يكون عندها او تستخدمه هي متعوده عليه. هذا الاول، هاي الثاني، هسه الثالث. نجي للمرحله الثالثه. طبعا هذا انا وصلته من الصيدليه، موجود الاماكن اللي مثلا كوزمتيك ما كوزمتيك هيك شيء يعني عندنا بالعراق، او من الصيدليه توصي. اكو اشكال طبعا، هذا غسول للبشرة، قدرين توصلين بيه مرتين باليوم او مرة باليوم كيفك، حسب انه همينة كمية الحبوب اللي بشرتك. الشغلة الثانية نوعية البشرة،
نوعية حسب نوعية البشرة، إذا كانت دهنية، إذا كانت عادية، مختلطة، جافة، لازم تطين هذا الشيء طبعا قبل ما تروحين تاخذينه. الشغلة الثانية إنه هو هذا هم يعني ممتاز للحبوب، بس عيبه إنه يجفف البشرة كلش بدرجة مو طبيعية. يعني أنا بشرتي بلا شيء جافة، وأخلي شيء إنه يجفف بشرتي، يعني عندكم الحساب شلون يصير الوجه، بس البقية ممكن تتحمل بشرتها تبقى جافة يعني فترة وترجع عادي بعدين طبيعية. همين أشوف أنا نتيجته همين كلش حلوة. يعني للبشرة المختلطة العادية الدهنية يصير أحسن من الجافة تقريبا. أنا هذا ما استخدمته هواي، يعني استخدمته صحيح، أنا شفت عليه فرق كلش هواي، بس اللي يعني خبلني أني لأنه عندي دوام ولازم مكياج وهاي السوالف يبين كلش، يعني يبين عندي جفاف بشرتي حتى لو أخلي مرطب. أنا الترطيب اللي أخذه ويا هذا فهو مجموعة نيتروجين، هذا الترطيب أني استخدم منه الترطيب غسول البشرة همين عندي والمزيل مكياج. مجموعة نيتروجين كلش ممتازة، يعني الكل يعرفها طبعا، وطبعا من ضمن الترطيب النيتروجين فهو الترطيب همين عندي الكريم الأخ مالت الجسم، هذا بس للبشرة لأنه أنا أخلي هذا مثل البرايمر، أو تدري هم ما تخلين فوق برايمر، أنا بالنسبة لي ما أستخدم برايمر، فأستخدم هذا الكريم مرطب ارطب بشرتي كل زين، اشوفه خلاص انه جف على بشرتي المرطب، يعني امتصت بشرتي، ابدي احط فوقه الكريمات او اشوف شنو عندي اريد اخلي مكياج او بس باودر اخلي عليه، هم يعني كلش حلو يطلع. اذا استخدامهم استخدم هذا اي المرطب، اذا كانت مثلا بشرتي تشوفه كلش جافه، او اذا استخدمت هذا الغسول او قبل المكياج، كل وقت. وطريقة الدائرية هذا مجرد هذا مرطب، هذا مرطب ترطيب، وهذا موجود من البشرة الجافة المختلطة العادية. يعني انت تروحين تحددين نوع بشرتك يلا تشترين، أكيد. يعني اكيد لازم اذا جافة تاخذين جافة او دهني، اكو مختلطة، لان يعني تعرفون اكو الوجه نعم. يكون جاف والخشم يكون دهني، فهاي تكون مختلطة. هنا مكتوب هاي تروكيانا هوت، معناها البشرة الجافة اللي انا اخذها، لان هي بشرتها جافة، فدائما اللي تجيبين هي البشرة الجافة. فهذني هسه هم اكيد قلت لكم انا هاخذ من الصورة، راح اخذ الواحد واحد هذا اللي يشوفوه هي تستخدم، وهذا بس هي اللي يشوفون هسه، يعني يمكن اكثر استخدامها هاي النوعية، لان هي تقول انا اكثر نوعية وعجبتني هاي، وشوفوا النسبة هاي تأكدوا منها، قال الصفر فارزة 1%، هاي اللي تاخذون الصفر فارزة 5، لأن تقول كلش قوية. هذه للحبوب والكل الزينة، وهاي الكريم هنا نسيش الحالة، هذا للحبوب وهذا الكريم، شوفوهن واضحات، وهذا نفس الحالة، يعني هذني الثلاث أنواع. طبعا هي عندها كلش هواي أنواع، بس هسه اللي شلون نقول إحنا تستخدم من أكثر، يعني شلون صورنا لكم ياهن. فهذه مستحضرات، اتمنى تفيدكم، لان هواي كتبتولي، قلنا مو بس شغلات حب الشباب، لان اكو هواي نساء نسوي خيط وجهها او شمع، هواي يصير بوجههم حبوب زين. هذا هم يستعمل للجسم لو بس للوجه؟ لا بس للبشره، يعني بس الوجه، يعني هذني بس الوجه مثلا، اكو حتى اكو بعضهم الجسم نفس الحاله، العفو نسوي مثلا شيره او خيط هم يطلع لها حبوب، بس هاي ما يستخدمها ثاني، تقول بس فقط للوجه. فاكيد هو يعانون من هاي الامور، فهذني شوفوهن هذين ثلاث انواع، اتمنى انه استفاديتوا من هذا الفيديو، واكيد احنا قلت لكم ان شاء الله كل فتره راح انزلكم نوعيه للوجه، للجسم، للشعر. اتمنى اعجبكم، وانتظرون اكيد بالفيديوهات الجاية ننزلكم كل انواع المستحضرات اللي تفيدكم وتفيد اللي كافة الجسم مو بس الوجه. لهنا الفيديو مالتنا انتهى، اتمنى اعجبكم حبايب، واكيد دائما ما اريد اذكركم لا تنسونا باللايك وتعليقكم الحلو، ولهنا واقولكم في امان الله.